الخبر الخامس الشروق، مسيرة للعاملين في السياحة تهتف، السياحة رزقنا، ادي صوتك للي يرعى أكل عيشك. يعني فعلا هي المسألة السياحة ما متخوفين منها شوية. لا يعني هي مسألة، بصي يعني أنا يعني أعتقد اللي بيحاول يثير أي تصريحات أو يصدر ما فتاوي متخوفين من تصريحات أكرم الشاعر؟ لا يعني هي مسألة، أنت عندك من أول صلاح أبو إسماعيل، لا مش الشاعر، صلاح أبو إسماعيل رموز الطائر السلفي، للأخ الشحات، للأخ البرهامي، للاخوات اللي احنا اول مره نسمع عنهم دول، يعني هي كل دي التصريحات، يعني اعتقد يعني هؤلاء لا يدركون مدى خطوره هذه التصريحات، لان السياحه انت بتعتمدي على خدمه مش انت لا تنتجيها، لكنها تعتمد على العالم الخارجي، ولكنها تمثل احد الروافد الاساسيه في الدخل القومي المصري. فعندما ياتي من يحرم السياحه ومن يختزل هذه الصناعه الضخمه اللي في العالم كله بيعتمد عليها، سواء العالم الغني او العالم الفقير، يختزلها في بكيني او زجاجه خمر، يعني فهذا يعني اختزال مسف، يعني اختزال معيب جدا، يعني نم عن جهل بحجم هذه الصناعه وحجم ما تضره حتى بالارقام يا اخي، يعني البسيطه جدا، يعني احنا يعني شوف بنتكلم، احنا دلوقتي لما السياح مش موجوده احنا خسرنا كام؟ عايز اقول لك يعني عايز اقول لك كمان مش خسرنا، ما الخساره دي ما بتصب فين؟ الخساره بتصب عند العدو. اسرائيل امبارح بتعلن انها دخلها في 2011 من السياحه 14 مليار شيكل، بس عشان الناس تعرف الشيكل يساوي جنيه و20 قرش، يعني احنا بنتكلم تقريبا على 17 مليار جنيه دخلوا الخزينة الإسرائيلية من الخزينة المصرية، لأن السياحة المصرية فقدت أكثر من 3/4 الدخل في خلال 2011 بسبب عدم الاستقرار، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة، التصريحات الأخيرة كان لها رد الفعل الفظيع جدا على العالم الخارجي، فكل ما نخسر اللي احنا بنخسره إسرائيل بيروح، لأن إسرائيل على طول في الحال حددت ميزانية مخصصة عشان إزاي تكسب تكسب السياح السياح اللي مصر خسرتهم في الموسم ده، فتخيلي انت خسرت قد ايه، لانه السياحه في مصر دخل 14 مليار بمصر 13% من الدخل القومي، 300 مليار حجم الاستثمارات في السياحه، لو حسبناها بلومه العيش فانا عندي 20 مليون مصري بشكل مباشر او غير مباشر لهم علاقه بصناعه السياحه، عندي اكثر من 1500 مصنع متعلقين بصناعه السياحه، يعني انت بتتكلمي والاوتيلات يعني ما كل انت الدنيا بتتكلمي على هتقف يعني. صناعه ضخمه جدا، ومورد اعتقد هو المورد الثاني في الدخل القومي اذا ما كانش الاول، يعني واعتقد انه كان الخطط المستقبليه ان احنا نوصل ل 20 مليار جنيه كدخل او 20 مليار دولار كدخل السياحه في مصر، فانت بتتكلمي على صناعه ليست فقط لا غير الخمره او بكيني، ما هو عنده السائح الاجنبي عنده الخمره، يعني يعني احنا متخيلين ان كل مش جاي واحد مصر عشان يشرب الخمر بس. ليه متخيلين كل واحد جاي ومعاه المصنع بتاعه، يعني مش ايوه فاهم، يعني هو اللي في النهايه جاي علشان على الاقل السياحه بتنوعاتها، فانت ازاي ان انا اقول ده حرام وحلال، فبالتالي انت بتخسر صناعه وبتقطع ارزاق ملايين من البشر بصناعه بتعتمد عليها صناعات اخرى متكامله. طيب الخبر السادس من يوم السابع، 6 أحزاب وتحالفات تنشئ تحالفا جديدا لدعم 52 مرشحا مدنيا لمواجهة التصاعد الإسلامي. طبعا يعني احنا يعني اعتقد المرحلة الأولى، نتائج المرحلة الأولى خلت الجماعة يعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى، وخاصة يعني احنا إذا تحدثنا على الأحزاب الليبرالية أو الأحزاب اليسارية. الأحزاب اللي هي التقليدية للأسف يعني المرحلة الأولى جاءت بنتائج مخزية، فشل ذريع جدا. لو اتكلمنا مثلا عن حزب الليبرالي الوفد القديم اللي هو العريق في الحياة السياسية المصرية، اللي هو صاحب التجربة العريقة جدا والقديمة جدا في الحياة السياسية المصرية، هو حزب الوفد، اعتقد ان مش مصدقة المرحلة الاولى بالفعل، انه للأسف احنا يعني انشغلنا بامور فرعية كثيرة جدا، سواء بعمد او عن غير عمد، واحنا شغلنا نفسنا بقضية فرعية وتركنا الشارع لآخرين يشتغلوا فيه، يحشدوا فيه، يستغلوا الدعاية السيئة فيه، يحشدوا البشر ويستغلوا كل اللي بيوظفوا كل الإمكانيات لصالح الصندوق الانتخابي. الأحزاب للأسف الليبرالية واليسارية انشغلت بأمور أخرى، بقضايا أخرى بعيدا عن الشارع،
فجاءت هذه النتيجة. أعتقد أنه نتائج المرحلة الأولى بتعيد ترتيب مرة أخرى للأوراق الانتخابية لكافة الأحزاب سواء الليبرالية أو اليسارية لمواجهة التيار الإسلامي، ودي فرصة إن شاء الله. طب إحنا آخر خبر ناخده بسرعة، الحكومة تبحث عن مقر. ما ده برضو مرتبط باللي إحنا قلناه، يعني هي مسألة بالاعتصامات أمام مجلس الوزراء. المجلس الوزراء دلوقتي الحكومة الدكتور الجنزور بعد انتهى من التشكيل بيبحث عن مقر، مفيش مقر مجهز في مصر للاجتماعات، وخاصة ان انت بتحتاجي تدوين وتوثيق هذه الاجتماعات، فليس هناك مبنى مؤهل سوى مجلس الوزراء. اعتقد وزارة التخطيط غير مؤهل بالكامل لهذا. فاحنا كل ما انا نرجوه الان هو التفاوض مع المعتصمين لفتح ممر امن للحكومة علشان تمارس دورها الطبيعي، ونديها فرصة. انا في النهاية انا معتصم وده حق انا مؤيده تماما، ولكن بحيث انه لا يعطل مصالح او ياتي على حساب ده كله هيجي على حساب بالظبط ده حكومه. انا بظهر موقفه واظهرت تماما ان رافض هذه الحكومه، لانها حكومه من وجهه نظر المعتصمين تعبر عن الماضي، ولكن انا باظهر هذا الموقف وابدا هذا الراي من خلال وسائل سلميه لا تعطل المصلحه العامه. وانا اتمنى انه خلال النهارده او بكره يوصلوا الحل مع المعتصمين امام مجلس الوزراء. استاذ عادل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع، حضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده. الله يخليك يا مان، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاكم باقي فقرات. نهارك سعيد.